خميرة بلدية أنا جربتها في الصورة مزيانة، جربتها باللبن ودابا جربتها بالفول واعرة ديال الفول تاني زوينة بزاف. خميرة البلدية واخا. كتشوي الما دافي وكديري فيه حبة ديال الفول وكديري القمح بن خالته. عجبتني أنا هادي ديال الفول، فيها واحد المذاق زوين. مزيان أييه. صافي كتربيها واحد يومين ها خميرة عندك، من بعد كتحيدي دوك الفولات وتتبداي تعجني، تتخوي ديك القايعة كاملة وتتخلي عندك الشي اللي لاصق فيها، تبداي تربيها عادية بالطحينة واخا تكوني تعجني بالفورص والقمح ولا عادي. النهار الأول ديري القمح بن خالته صافي. أييه هادي بالفول يابس. أو واعرة أنا عجبتني هادي ديال الفول. أو فعلا أنت هي راه من اه بصح عندك انت كتصايبي الخميره البلديه يعني كتخدمي بها، عندك الحق. درتي بالعظم ديال التمر، دوزتي يعني بزاف الاقتراحات دابا بسميتو يعني بالفول يابس كتجي زوينه. زوينه والله، الا زوينه. وراه تبارك الله بالفول يابس حتى هي راه من الوصفات القديمه ديال الخميره البلديه، تبارك الله كاين بزاف المناطق اللي مازال تخدموا بها الان يعني بطريقه الفول يابس، عندك الحق.